مساء الخير يا فندم. مساء النور. نورت المكان يا فندم. تحب تاخد حاجة؟ معلش اخد نفسي بس الأول. اه تمام اتفضل. بدر باشا. ازيك يا عمر؟ ازيك يا باشا. اعطي. شربت حاجة؟ معقولة يا فندم بعد ما عليك طبعا. بشرب قهوة. يبقوا اتنين. بشرب عبيحة. يبقوا اتنين. اتنين قهوة عبيحة. حالا يا فندم. أخبار سعادتك إيه؟ كويس. طب الحمد لله يا رب. هو سعادتك عملت إيه؟ عملت إيه في إيه؟ في الموضوع اللي كلمت فيه سعادتك. انت لسه مصمم تبلغ؟ امال يعني هضيع وقتك ووقت جمال باشا على الفاضي؟ الا بقى لو المعلومات اللي قلتها لكم طلعت فشوش. خلاص لو لسه مصمم تبلغ يبقى يلا بينا. على فكره احنا طلبنا قهوه ما شربناهاش. قريتك. احنا رايحين فين سعادتك؟ مبنى المخابرات العامه. اقعد يا عمر. تؤمرني بحاجة تاني سعادتك؟ شكرا يا نادر. حلال نادر باشا قوي. وانت كمان ابن حلال يا عمر. واللي هو جلال اللي انت شغال عنده ابن حلال ومحترم وفوق مستوى الشبهات. الحكايه كلها كانت اختبار. اختبار؟ كنا عايزين نعرف حجم حبك للبلد قد ايه؟ وقد ايه مدى انتمائك ليها؟ وقد ايه ممكن تضحي علشانها؟ وانا ما كدبتش خبر سعادتك. يعني اول ما عرفت موضوع الشركه السويسريه بلغت سعادتك على طول. ايوه. تدخلي. كمل يا عمر. باشا الدنيا مديها ظهرها للكل. بس ابن البلد الحقيقي اللي بيبان وقت الشده. ادخل. ايه ده؟ انتوا مسكتوها؟ الأنسة رندا شكري زميلتنا والنقيب سامح عوض. على فكرة لسه عريس جديد. أهلا وسهلا يا باشا. أهلا وسهلا وآسفين يعني إن أزعجنا حضرتك في شهر العسل. ولا يهمك يا عمر. تقدروا تتفضلوا. اقعد يا عمر. تعال يا جيهان. الملازم جيهان تايم.
ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. كده يا باشا مش ناقص غير امي واختي يبقوا شغالين معاكم في الجهاز. اتفضلي يا جيان. اقعد يا عمر. اقعد. عمر، انت الفترة اللي فاتت كنت تحت عينينا تقريبا 24 ساعة. لقينا فيك الانسان المصري الاصيل المحترم الكتوم اللي بيخاف على بلده، اللي معدله الاصيل بيظهر وقت الشدة. ربنا يخليك سعادتك. معلش بس يا باشا، يعني كان عندي مفك صغير كده عايز افهمه. مفك صامورة يعني؟ هو ليه سعادتك وكل البشوات اللي شغالين مع حضرتك يعني حطيتوني تحت عينيكم؟ ها؟ ليه سعادتك؟ أنت عارف يا عمر إن أعداء البلد كتير. أكيد يا باشا، اللي يحبوا لنا الشر أكتر من اللي يحبوا لنا الخير. أنت سافرت بره مصر قبل كده؟ لا سعادتك، بس أكيد المعلومة دي عندك يا باشا. معلومة إيه؟ باشا، سعادتك مش ناقص غير انك تعرف لون شراباتي في البيت ايه. فاكيد معلومه ان انا سافرت بره مصر قبل كده ولا لا عندك يا باشا. بصحصح. انا عاجبك يا باشا. وعلشان كده انا اخترتك. عشان اسافر؟ ممكن. طب ما تشرح لي بشيرين زياده يا جمال بيه الله يرضى عليك. على فكره انا ما اسميش جمال. يعني ما جاتش عادي سعادتك. طب ما تشرح لي بشيرين زياده يا ايه بقى سعادتك؟ خالد صبري. احلى كتير. احنا هنسفرك بره ونزرعك في وسط شبكه بتتجسس على مصر. من غير ما تدور على مقدمات. انت مش مضطر ترد على العرض بتاعنا دلوقتي. بجد؟ عايز اشوف ساعتك. خد وقتك. في الاول وفي الاخر احنا سايبين لك القرار. وانت حر. الله يريح بال ساعتك. بس معلش يا فندم، يعني عندي كده يعني وصلة صغيرة عايز افهمها. ده غير الوصلة والمفك بتوع المرة اللي فاتت. هتفضل. اشمعنى انا؟ اشمعنى انا بالذات يا باشا؟ يعني اللي بيشتغلوا في الكاميرات كتير